السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان كديرين؟ لاباس عليكم؟ كديرين مع الصحة؟ بغيت نبارطاجي معكم اليوم الدجاجة ديالي. خرجت ليا في ليلسات من البارح وهي كتخرج وباقي عندها واحد جوج بيضات مازال ما كملاتهمش، باقيين تحت منها. المهم تقريبا كاينة اللي كملت 24 ساعة. حطيت ليهم الماء وشوية العسل وجبت ليهم العلف ديال الديماراج، هاهو نعطيهم واحد شوية. والدجاجه الكحله اللي كانت جالسه على 16 بيضه شحال هذه اللي عقلتوا عليها، ما صدقوش لي هذاك الساعه كانت معها كان شويه الصهد وجات لي القميله، داك الشيء علاش ما صدقوش لي هذوك البيض. يلا خرج في لي كيس واحد الفلوس هو اللي خرج ولكن ما صدقش. المهم صدقت تبارك الله كبير ولكن ما طولش عندي، ما عرفتش داو عليا واش داو عليا الدراري الصغار من على برا واش الله اعلم ولا داه شي طير الله اعلم به. المهم هي عاود جلست مرة أخرى، جلست على 10 البيضات تقريبا دابا شي 5 أيام. المهم من هنا اللفان ديال الشهر إن شاء الله تكون مخرجة، وهذه الحمد لله راه خرجت، نسبة التفقيس راه 100% تبارك الله الحمد لله، الحمد لله بصحة جيدة زوينة تبارك الله ما شاء الله. بالنسبة للفروج هاهو اليوم راه كاين الصاد الشباب، داكشي علاش كيبان لك حال فمو بحال هكا، اليوم سخون الحال شويه سبحان الله العظيم. الحمد لله. يلا جيت من الخدمه غنعطيهم شويه الماكله ياكلوا ونعاود نبدل لهم هذا الماء. اخوان واخا كيبان لكم هادشي راه الدنيا راه نقيه، راني ندير لهم هنا الطراب شي باش يكون داكشي مهم بحال اللي مهم هاد شويه طبيعي وصافي. الحمد لله راه كنقي لهم مره مره باش ما يمرضوش، والحمد لله ما عمر شي حاجه مات ليا مده دابا ديال 6 شهور او 7 شهور، الحمد لله بخير وعلى خير. الى الاخوان خليكم نعطيهم يشربوا ونعطيهم ياكلوا ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. دعمونا الاخوان، دعمونا بالبارطاج ودعمونا بتابوناو واشتركوا معنا في القناه باش ندعموا شويه القناه الله يخليكم وتبارك الله عليكم. تحياتي.